اهلا وسهلا بمشاهدينا في حلقه جديده من حلقاتنا. كان الحلقه اللي اتكلمنا فيها من كام يوم عن اسعار اجهزه ابل، وقلنا ان الاسعار بشكل عام هتنزل، لانه بكل بساطه شركه ابل ثبتت سعر الايفون. الايفون 14 نزل ب 1200 دولار، والايفون 15 برو ماكس برضه نزل ب 1200 دولار. يبقى مدام المصدر ثابت يبقى هنا في مصر هيكون السعر الماكسيموم ثابت مهما اختلف سعر الدولار. ووضحنا الكلام ده بالتفاصيل في الحلقة اللي عدت، وقلنا وقتها ان الايفون 14 بيتباع من 50 لـ 55 ألف. لما هينزل الايفون 15 بسعر 60 ألف، طبيعي سعر الايفون 14 ينزل، ومش هيخليك الايفون 14 بـ50 ألف والـ15 بـ60 ألف، يبقى فرقها 10 آلاف او 5 آلاف بين ايفون 14 نزل من سنة وايفون 15 بعديه بسنة كاملة، على الرغم الشركة المصنعة مثبتة السعر. فقلنا طبيعي ان الاسعار تنزل، انما على الرغم ان شركة ابل مثبتة السعر، وعلى الرغم ان السعر النسخة البرو ماكس من الايفون 15 ب 1200 دولار اللي هي بتعادل بالظبط 36 ألف جنيه، وانا وانت عارفين ان الدولار مش ب 30، فبالتالي هنضرب ال 1200 دول في 40، هيكون سعر الايفون بتاعنا 48 ألف جنيه. طبعا هيتباع ب 48؟ لا، انا همشي معاك واحط له اي ضريبه مضافه من اللي بتدافع على اجهزه ابل تحت مسمى ضرايب الكترونيه، ضرايب ترفيه، مش هتفرق معانا، هنحط 12 ألف ضرايب، يبقى سعر الجهاز 60 ألف جنيه. طيب ليه الجهاز بقى نزل مصر بالرقم الاوفر ده؟ يعني انا ايه الرقم ده؟ يعني الجهاز يوصل ان قطع منه تطلع ب 100 ألف، 105، 102، ايه هو ده؟ يعني ده مسكوا الثمن ضربوه في 2. حضرتك تقنعني ازاي؟ يعني مش عارف، هل هما في سوق الموبايلات عاملين سعر للدولار لوحديهم؟ يعني سعر الدولار عاملينه ب 90 او 95 جنيه تقريبا يعني؟ ولا ده نصب؟ ولا بيضحكوا علينا؟ ولا بيستهبلوا؟ ولا بيعملوا ايه؟ ركز معايا بس، ركز معايا. زي ما قلنا الجهاز نازل ب 1200، هنضربها في 40 ب 48 ألف، و 12 ألف تحت اي حاجه بتحصل، ضرايب دخول الجهاز. في حد هيطلع يرد عليا ويقول لي لا ده جهاز عليه ضرايب واللي بيروح يجيبه علشان بيوفره لك بدري، وده بيروح يشتري قطع وسفر وطيران، و الكلام ده كله مش مظبوط. ركز معايا كده، سؤال، هو اللي بيجيب لنا الايفون 15 ده مش هو اللي بيجيب ايفون 14؟ كلامك سليم. طيب اللي رايح يجيب الايفون ده ورايح يجيب ايفون واحد ليك؟ ده بيبقى مجمع مولات او استورات، وبتدخل كميات كبيره جدا من الجهاز ده البلد، فمهما كان الرقم اللي بيدفع لما يتقسم على عدد المأهول ده مش هيبان الرقم اصلا. ده ناهيك كمان ان الجمارك او الضرايب اللي بتدفع هي بتدفع على جهاز من ابل، ما بتدفعش اصل ده الايفون 15، لا اصل ده الايفون 14. بمعنى تعالى انا هاخدك وننزل نشتري الايفون 14. طيب الايفون 14 ده سعره دلوقتي من شركه ابل كام؟ الفرق بينه وبين الايفون 15 100 دولار. تمام، ده الفرق من حيث التصنيع، 100 دولار دي بتعادل 3000، لا احنا هنقول 4 5000. اللي بيدخل الجهاز ده مصر مش هو اللي بيدخل الايفون 15؟ يعني لو في ضرايب على ايفون 14 هي تكون على ايفون 15. تمام جدا. طيب لما اروح اشتري منه الايفون 14 ب 48 ألف والايفون 15 ب 100 ألف جنيه، نروح نسال الجماعه بتوع الضرايب، هم قالوا اللي انا باخده من هنا هو اللي باخده من هنا. طيب يعني هنا السعر ستاندر هنا وهنا. نروح نسال شركه ابل اللي عملت التليفون، قالت انا السعر عندي ثابت. طيب نرجع عند الايفون 14 يوم ما نزل مصر، نزل بكام بما ان السعر ثابت؟ نزل ب 60. طب دلوقتي سعره الرسمي كام؟ نزل 100 دولار. يعني ال 100 دولار بتعادل من 48 ألف سعر الايفون 14 سعر الايفون 15 100 ألف، يعني في 50 ألف جنيه فرق، يعني ال 100 دولار بتعادل 50 ألف. يعني عايز اقول لك على الكلام ده الدولار يعمل له بتاع 500 جنيه. فده لو دل على اي حاجه انت بيتنصب عليك. ايوه احنا هنا، انا بالمناسبه الفيديو ده في مصر، يعني انا ما اعرفش باقي الاسعار في الدول العربيه عامله ازاي، بس احنا هنا في مصر ده بيتنصب عليك. لما الايفون هو الايفون، لما الجهاز هو الجهاز، لما الضرايب هي الضرايب، كل حاجه هي هي، واجي اروح اجيب لك الجهاز ده ب 100 ألف. هو ده شغل التجار، ده شغل جهل، ده شغل استهبال استعباط. يعني هو الجهاز المفروض ينزل ب 60، هتكسب بزواده وبطمع وبهبل ب 70. لا ده انا عايز الفت نظرك لحاجه، هو الايفون 14 ب 48 ده مش تمن، ده هو بيبيعه كده. يعني ال 48 دي فيها المكسب بتاعه، وفيها سعر الدولار مش ابو 30، لا ده هو سعر الدولار تاني خالص عشان اوصله لك 48. ياما تحت السواهي دواهي. فانه يخلي بقى الايفون 15 ب 100 ألف، يعني مش عارف هو عامل نظام لوحده، اسعار لوحده،
دولار لوحدي يعني مش عارف هو عامل ايه. اتمنى كله يكتب في الكومنتات خليه في علبته، انا عايز الهاشتاج ده يعني هو ده اقوى رد بصراحه ممكن يترد بيه على الهبل والارقام الخرافيه اللي احنا بنسمعها، اللي للاسف هتتسبب في غلاء كل اسعار الاجهزه الالكترونيه مره تانية وثالثه ورابعه وخمسه ومليون. فاتمنى نفعل الهاشتاج، اتمنى نعمل شير للفيديو، رايك في الموضوع ده بكومنت باي حاجه، ما تنساش كمان تكتب خليه في علبته. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، فعل زر الجرس يوصل لكل جديد من الفيديوهات اللي انا بقدمها. سلام.